يتجلوا. هذاك حال الدنيا في متلالي، الخبر قريته في الجريدة، سمعت بيه قبل ما يموت. خيط هالدنيا، سكتة قلبية، عمره بسكت وكسكت سكت فرد مرة. قداش خلى؟ لا ولاد كبار يا عم الهاني، ولاد كبار وسيب وبتغمى ما كملتش. وناس تسأل قداش خلى؟ برجولية فازة مش نرمال. مشي وخليني لزهوة. عيب عليه سي جلول، حق رومات من السبت اللي فات، اليوم ثلاثة في الشهر، معناها مدام زهوة ما عادش تنجم تكري الدار كان الشهر الجاي. شكون يحب باي؟ يزيب لك اللحية فهمت اللالي، نخلطك على جلول، خلو تاي، الراجل ميت مسبول وانت تقول تاي. بعدها ولا نورمال، في الموت يجيبوا تاي، وفي المرض يجيبوا طباخي، يقص السلاطاي، يقلي البريك، ويعمل التواجن والرز الجربي. بوليس مكتف وهذا مجرد صحيح، بوليس مكتف تو نجي نكتفك. برجولية قداش ولا يصنفوا؟ المرة اللي فاتت نسمع في عواده في الحومة، قلت لهم ليش ثما؟ قالوا لي ما هو الفرس بتاع أمك مصفى. أكثر من هيك بكلامي، الناس ولات ما عادش تبكي في الموت. فيش خبر بكي توا الامور تنظمت، ما عندها تهبط للمراه والاولاد، كل واحد يتحصل على بيت في الدار، 80% من التوانسه ملاكه. فيش قبل بكي ونواح. خلينا نبكي وعلى الاقل نخلصوا الكريدي اللي علينا ونراو بالعشره. خلينا عشره ما كبوا عشره توا. والله يا هاني يا اخويا فهمت اللالي، لثبت على روحي في موت الوالد الله يرحمه، قعدت اكثر من جمعه نبكي نبكي نبكي. الله يرحمه على خاطر ما خلى لكم جاي. توا الاجراءات ولات سهله، الكابيتال دي سي يتصب في 24 ساعه، مراسم الدفن موجوده في كل معتمديه والارزاق مسجله. شي يعمل كي ولا الواحد يتمنى وقت شي يموت. شقان الفطر كان لبس علي، احنا اخر قدنا في الامريكا. عمل هكايا بدا يميل، ما عجبنيش انا الحق، بدا يميل يا اخي، انا نجري وهو الطعم في عينو بلا. ما شديتوش من علاش جريت انا، والله خلى بلاصت علينا يا ربي. ربي قال لي شنو باش نعملوا احنا ترى؟ فما حل واحد هكا، احنا عاودو نشريو كلاص اخر. والله خلا بلاصتو كي نشفت. تعاود تطلبني ما سالش حتى انا ما عادش نجم، جوا جايه مشات بالبكاء. اوكي عزيزي عاود تطلبني. سالي يا بالقوي يا سي مصطري، ما تخليهاش في قلبك.
يا ناري على زعبدي، يا ناري عليها جهة الخبر على غير رادة، ما خليش فيها باش تبيع بديدا يا صاحبتي. يلا يرحمك يا جلول. كذب يا منافقة، سكر فمك يا زهوة بنيتي، أعمل ربي في بالك، هذيك حال الدنيا. صح عليك، ما تموت على غرادة. سليمان رجل دوجة، مات بعد 8 شهور. في شهر ماتت يدو لمي، وشهر ماتت فيه ساقو، وما دفنوه، ما دفنوه غير في الكمبيال الأخرى. يا زهوة بنيتي، شبيك تخمم؟ هذيك حال الدنيا. أمي الزهرة، أنا مانيش نخمم، أما أنا قاعدة نعمل في حساباتي، حتى كيف بلا بلا ولا غير رادة ما علمنيش. ما عنديش، أنا شوف الناس كيفاش زدت من التعلية والحوايج، ما عنديش، إيش باش نعمل؟ أوه يا أخي، ما تعرفش إيش يلبسوا العباد؟ يا أخي ما يلبسوا حوايجك حل يا غالبة. يا ليل حوايجك حل نعرف، وربع سواريه ذيك لابد منها. ايوا من بعد مش عندنا البرقلول والثيني والسياره والاربعين. اي صاحبتي عاد ما تخممش عليهم الحكايات هذوما، الحوينت على ذمتك. نمشي نعمل دوره وعكله ونجيب لك 20 روبه، البس اللي تحب. شو انا ننصحك، البس الفرق الثاني روبه فلوري، والفرق الاول البس ان بلو دو تون باستي، ومن بعد تو نجيب لك حاجات اخرين يا صاحب. الو ايش اش عملت يا نسيبي؟ في الجريده طبعتو؟ مازال مازال شو سكر فمك واسمعني، اكتب حط الناس الكل. ليه ما تنسيش ان جنفي متاع ربيبة خالت، وهذيك على خاطرها من عائله كبيره. اي يا ودي ما تحط اي ما تحطش لسي، ما تحطش اسامي الخدمه، اسامي الخدمه ليه؟ اي اخوتي واخوتو حطهم ليه؟ حط شوف، حط الزافوكا والبروفيسور والميدسان. اي ويش اي فكر فمك واسمعني، سيف صغير ما تحطلوش اسم خدمته. كيفاش توا نزار صنع نزار وتحط له اسمه؟ ريين ولد اختي يحط دكتور ريين، يعاد شبيه يدبر فيا انتي بروميير اني. اي ما توا يولي يخرج من الفاكولتي ميدسين ويولي طبيب. لا 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 الادريسه متاع دارنا، لا ما تحطش ادريس دارنا. يا ولدي الثنية عربي والقلت والكراب كيفاش تدخل؟ حط 200 الفيل. صاحبتي فتيقة باش تحلي دارها، قالت لي مرحبا وحط والسلام نبليستي موا. ما تحطش نبليستي موا هكا هاو هكا هاو. يا ناري مسكين، يا انت راه خليش صغيرات وخدي، قالوا ما خليش اما خلى دز. اكتف ترى شوفي المكياج نتاعي بديت نحا. لحظة عزيزتي ونتلهي بيك. شو يا جماعة بربي تنجموا تسامحونا شوية باش نعملها شوية مكياج باش تستقبل به العباد. اخي الراجل مازال كي ميت، اخي توا وقت مكياج هذا اخي هبلتوا عباد قماقم باش تعزيوها، واه تخرجوا لها مكيكة بوجهها وزيد فوق هذاك ودونه، بالكش يدبر راجل في نهارنا ذوما. هيا تسامحونا بربي من غير ما تروح. مدام زهوة عيش كيف فضلك، عيش بنت خالي. اخي المرحوم الله يرحمه وينعمه، وقتاش باش تدفنوه؟ سكر فمك لا نقوم لك. ايا من غير ما ترد ما ناخذ التن معك كونفيتاسيون. خالتي زهرة مش لازم تتعب روحك وتجي، علاش ابعث تيليجرام وقعد في الدار؟ حتى نعمل الميساج. اي قصدو هاي عطينا بالنزاوه نمشي. انت قاعده تسنيني حاسي بي. هيا وين؟ اي ساق بقى كل شيء، وانا شكون باش يخلفني الساعه؟ حاشا لسو اش بك لابس هكا اليوم؟ سمعت بالمرشي جيت تجري.
ما واحد كيف يموت في اوقات غير معقوله. اترسيل وخيك نشري في السلعه مارسينوات، ودي تعرف البلاد مسكره ولازم لازم صوت بروبليم يا حاج. كانك على شويه العنبرجيز ولا كمون بيتزا مش مونوكوب صوت بروبليم. جلول خويا وعشيري وصاحبي برشا وموا نعمل له كرياسيون هكا سوا على الليل على الاقل في حياته هكا يتبرمد شويه في ميتو وما يلبس السيدي. سامحوني اختراع. انا من رايي لو كان توخرت فينا خطوه برتي فينا. انا سمعت والله اعلم قالوا حشاكم مش يعملوا اكرونجيو على قد قلبه. قلبه اكرونجيو على قد قصور. اصبر ونال فهمت الليلي انا مش عديو فيهم في الحيط. يا يا فهمت الليلي الماتش اما خير ولا ما يجي حد. مش الشربة جارية اللي مخلقني، الأبحاث ما زالت جارية. والله قاتلني أنا يا مستني قاتلني. نستناو الطبيب الشرياش يقول ومن بعد نتعمق في ظروف وملابسات القضية. يلدي فاتورة التليفون وعينك على سليمة ما تغفلش. طيب سليمة 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 عم جلول في ثقة سليمة سليمة سيي سيي سليمة أنا هنا صباميو لبس صراحة وانت عم جلولة. لا عم جلول عم جلولة تاعي إيه زيدش بتبروني شوية. وي سلوي وي سلوي هم جلول ما زلت تموت نقتل. شفت كيفيش عدي علينا هي هي وتلحي فرحنا بيه ساعة ميت ريت ما وريان تفوري باش يفزت الجو. رد بالك على صحتك زازة اش عندك فيه تي حاش تربيش باش تعملها فيها عدوى. بربي يزيني بلا توفيق انتي ما تزيدش عليا. هاي عيزة نحيلي هالسراويت هذي الكل ولا تقولش عليا امك تنقوي الاوليد. قسما عظما طلع مية ساعة فرحنا داكوردو اما حي والله الا نعديه له. انتي مريتوش كي تخلي يجري وخارج يجري خالت عليك المسبوعة سليمة. سليمة حسبها عندي تو قلك. قال الملك اه ملكي قال المرشد مرشد قال حاجة بتوشويشة في وضنسي المستاري. المستاري قالها الكستيني والكستيني قالها العزة وعزة قالها لي بشوية بشوية بلا 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 قلت لها تفجعت يا عم جلول. عرفي سامحني ما عادش نوشوش تنولي نتكلم ديريكت زي نحليم. ايش كبر كومي
شل فداك اللي خلى خليفة ما مات برا ولدي. باترون مالكي؟ قلت لهم اللي تتفدلك انا. ايه؟ انا نعرفك فدلك كبير. ايه؟ على كل انا زيت شوية بندق اركلوا فيك وشوية بفريوة اركلوا فيك. قلت الجمعة اللي نبدأ فيهم بطال نتيحوا القوم وندبر راسي. ايش ولدي برا اخويا برا برا لي وريك خيار كوي. يا عشيري قل غالب تذك على الدنيا حال القضاء على الصبر. تعرف يا جلول يا أخويا صارت غلطة في الموت بتاعك بربي. أي نعم جات مستعجلة. لا لا وحقق القط في الخط حتى إذا ربت الساعة الكابيتال دي سي وبعد تعاود تشكي بهم وتضرب الدماجات ديري. إذي فتت يا أخويا الموت جاي نعمل أخي. إلى اللقاء أخي. الله يبارك في عملك بارك الله فيك كل خطوه بحسن يهديكم ويهديكم الله. استني انتم السابقون ونحن اللاحقون فهمت اللالي. ترزيت فيا على بكري ما هبطت لك تصويرتك في الجريده. بارك الله فيك بارك الله فيك. انا بولدي انا بولدي يا اخويا الله يرحمك بصراحه مش في وجهك. بارك الله فيك انسان منافق صراحة. تو نبلغ بوك بارك الله فيك. ان شاء الله ما عرف سطحي. عيشك الله يشدك في صحة البدن. يا ابوها عم جلول اكهو خويا مرسي ما متش. ايه لغال عيشك خاطر في عود مش احضر لطفينتك ان شاء الله نحضر لطفينت لكيب ادفرسير ان شاء الله غدو. عيش عيش عم جلول عيش وقزبوت عيش وبابا. اهلا صحوبة اهلا الفرقة صعيبة صعيبة اما لغالب ما متش في وقتك بعثرت لي أفرياتي العسلو العقب الأفراح. عيشك بارك الله فيك زور سي جلول. نعم العملية هذه اسمها تحرية. أه. خاطر ما ثماش واحد يجينا خبره وهو حي مختار. إيه. قهوة ثم ورثاء. نعم ثم كابيتال دي سي. نعم وكلهم ناويين لك على راسك. نعم صحب على روحك بارك الله فيك. حتى في الموت كي عزر هي جد لي راسي قد فيا. قل لي آه. ايش عملت لك تبعثر لي اوراقي كلها ليش حتى انت زادت بعثر اي كرني انا نقبل العزام وش انتي انتي ايه يعزيوني فيك ايه جاي باش تغسلني وتكفلني انتي ايه ونهار يطلع منقوب على حساب شكون يا سيد يا وجه البومة بالله يا وجه البومة ايه زيب ايه زي تضرب ايه زيب بخرج ايه بخرج عليا نخرج انا في دارك ولا في دارك اسمع اسمع كلمة اسمع اسمع الكلمة كلامي اسمع صلي على النبي. اوكي عزيزتي سي لانسيدو اكلو صلي على النبي توا ما تطيرها ليش اش منك سيدو وسيدو كلو قالوا كلو تدي سيها بات الجريدة وبتصوير تجلول اش نعمل انا توا العبيد زاد معليا والدار متيل فيه الكريتها والقضية اللي شريتها كمان ديا حار وحلو خلتك فتومة طبيخة 500,000 جريت قضية بين الدجاج وزعفران شبش نعمل لنا توا تخي سامبل تخلي العبيد يدخل يزمو الميتويل فيل وتعمل عشاويتك وفروقاتك واربعينك وخمساش نيومك وكهو سكن فمك. ذهبية 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 طلع سو شنو الحاج طلع سو روح الغسيل شكونو الحاج طلع سو الغسيل ما باتشيتوش انا واحد عندي معاه رونديفو دبرت له دار ما جاك حد ذهبية عندك ساعتين وانت تشخر يا الحمد لله كي طلعت حلمه يا خويا راهو فيلم درر تجيب كرسي وقعد نحكي لك لا لا صحيح سي المستار يحكيها لنا الكل شنو المستار يحكي لك شنو حلمت انا مازلت كي حلمتها ومازلت كي قمت وما حكيتها لحد باهي تحبش نعطيك حاجه اخرى انت الحلمه ذي مش حلمتها اليوم ايه ما نعلمك اللي سي المستار يحكيها لنا بالباء والتاء البارح وفيها كل التفاصيل قبل ما نحلمها قبل ما تحلم بها
هزي من اللعب. اي نعم. اي نجيب لك كاستاي تفيق بيه. بلا جيب. بالبندق. وجيب شيشة. ترى هات كاستاي بالبندق وشيشة. ويكو. سلام لم. ينعم بوك الزين. نعرف صبحت عليك. دوزا. سلسة بسحنة. كيفاش يراوغ ويميل على اليمين واليسار ويجبد اللعيبه الكل بعد ما تعمل كيف كيفاش ويفلت على اليمين ويفلت على اليسار وبعد الجناح يمشي من الجهه وبعد يدور بغاتي الجيش يمشي يضرب فراك لي بونديس لي بونبون هاي شرب كل خاص بعد ان شاء الله عندي عندك كارته ب 5000 لا بوزينك يا عارف يا تلول ودي كارته ب 5000 ودي كارته ب 5000 ودي كارته ب 20 سي المستاني ودي عندك كونجي ب 3 ايام خلص عارف نو بي يا جنون يا جنون وي ذهبيه ايش عندها ذهبيه ذهبيه باش نبعثوها تعمل تمسيده شوف لو تروازيام جوار لو بيبليك يا وليد اش من بليك لو بيبليك ما في استاد بتركك كل لحمه وكل لحمه اللي عملنا منها كل لحمه